مشاهدين قناة المرقاب، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامج اليامال من الساحل الشرقي. ولعل في هذه الحلقة نتجه نهج آخر مثل ما كنا في الحلقة الماضية في المجال الرياضي، هنا في هذه الحلقة نهج جديد مع أحد المبدعين في هذا المجال. ولكن قبل ما أعرف فيه نشاهده هو يعرف نفسه إليكم. الشاعر والمنشد فهد بن محفوظ. أهم المهرجانات اللي شاركت فيها طبعا كان المهرجان إنشادي في مدينة الرياض، كان عن طريق أحد مسابقات القنوات الفضائية، وكان مستوى جدا ممتاز. طبعا شاركت في كذا مهرجان في المنطقة الشرقية، منها مهرجان النعيرية ومهرجان الخفجي ومهرجان عيد الشرقية. وأكثر المهرجانات اللي استمتعت أني نظمتها طبعا وشاركت فيها كان مهرجان العيد الفطر قبل تقريبا 3 سنوات، والحمد لله يعني نال استحسان الجميع. شاركت في مجموعة أوبريتات، منها أوبريت النعيرية 5 سنوات تقريبا، في أوبريتين في الرياض في منطقة الباحة، أيضا دعيت إلى كذا مهرجان في القصيم وفي جدة وفي مكة أيضا. طبعا مجال الإنشاد جدا مفتوح، يعني أي واحد صوته جيد ممكن الاستديوهات يعني على ما قالوا أنها توفر له الخامة الجيدة للتسجيل. أما بالنسبة للموضوع أنه كيف تميز المنشد الجيد من الغير جيد، هذه طبعا إذا كانت إذنك موسيقية ومتذوق للفن عموما سواء كان إنشاد أو غناء، فممكن تتميز المنشد الجيد من الغير جيد. تعاونت مع شعراء كبار مثل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن، الشاعر سعد بن جدلان، الشيخ دكتور عايض القرني. طبعا يعني تشرفت جدا أني أتعاون معهم، وإن شاء الله أتطلع لتعاون مع شعراء آخرين. عودة مجددة مشاهدينا الكرام مع المنشد صاحب الصوت العذب فهد بن محفوظ، راح فيك عبر قناة المرقاب. أهلا وسهلا فيكم ويا مرحبا، وشرفني أني موجود في لقاء معك أولا ومع قناة المرقاب. تحدث معك عن بدايتك في التوجه إلى مجال الإنشاد. طبعا يمكن احنا أغلب المنشدين أو أغلب احتكاكنا في المدارس وكذا نشاهد أن فيه حرص دائما في المدارس على موهبة الإنشاد، ولكن عادة ما يكون المنشد في المدرسة ينقطع ما بعد المدرسة ولا يتجه إلى هذا المجال. صحيح. أنت كيف توجهت لهذا المجال؟ والله شوف، أي موهبة أساسها المدرسة، أي موهبة أساسها داخل المدارس. فإذا كانت الموهبة هذه مصقولة داخل المدرسة، أعرف أنه صاحب هذه الموهبة سيتجه مباشرة إلى أنه يتحرك نحو الموهبة هذه، سواء كانت موهبة شعرية أو موهبة إنشادية أو رياضة أو فنية أو كذا. ففي مجال المدرسة أصلا بداية كل أساس للمواهب. فبداية فهد محفوظ كانت أيضا من المدرسة، خصوصا المرحلة الابتدائية. طبعا أيام الأنشطة الله يذكرها بالخير، طبعا بحكم أني معلم أيام ما كنا يعني كانت الأنشطة أنشطة يعني. فأنا أتذكر كنت في 3 ابتدائي وأقمت حفل كامل إنشادي، بحكم أن الله سبحانه وتعالى أعطاني موهبة الصوت الجميل أنا وزميل لي في نفس المدرسة، والحمد لله يعني وفقنا في هذاك الحفل، وكانت بداية انطلاقتي أصلا يعني. فكانت بدايتي من المدرسة. أيضا تشجيع الأهل كان له دور كبير في موضوع أني أسلك المجال الإنشادي. طيب، في مدرس معين
تقدر تقول انه كان يوجه او اصر او حاول انه يخصص مثلا مجهود الانشطه كلها اتجاهك؟ والله هو انا اللي اتذكره، طبعا تعرف الذاكره شوي وين تتذكره ابتدائيه، بس انه توك صغير هو اللي اثر فيك في توك مجال صغير يا رجل. لا وين هو اللي اثر فيك في مجال، خصوصا في المرحله الابتدائيه، هو اللي تبقى ذاكرته سواء تاثير ايجابي او تاثير سلبي. صحيح. اتذكر انه كان في اختبار للاصوات، بعدين تقدمت له، طبعا كنت من اواخر المتقدمين يعني، بعد دفعه من الوالد. الوالد طبعا كان برضو معلم بس مش في نفس المدرسه، فقال لي جرب وانت حظك يعني، فجربت والحمد لله يعني فزت بالمركز الاول في هذاك اليوم. ما اتذكر اسم المعلم، ولكن يعني الله يذكره بالخير اذا كان حي، والله يرحمه اذا كان ميت، او حيا الله يذكره بالخير ويرحمه ان شاء الله. طيب اتحدث معك عن، انت قلت قبل شوي انه كان معك زميل. اي نعم. الزميل هذا توجه للانشاد او انقطع؟ والله بعد الابتدائيه ما ادري وين راح بصراحه، كل بس انت ما سمعت اسمه كمنشد؟ لا لا ما اتوقع. حلو، هذه النقطه اللي انا قلت لك عنها، اللي دائما بعض المواهب تلقاها في مدارس موجوده بس بعد ما حد ياخذ بيده. صحيح. بعد المدرسه. صحيح. ممكن انه بعد المدرسه تختفي هالموهبه او ما حد ياخذ بيده، ما عرف الطريق. اي نعم، ما حصل اللي مثلا يشد على يده اساس انه يستمر في انت هذا. انت شلون كانت انطلاقتك ما بعد اللي انطلاقه الرسميه في مدارس؟ والله انا اعتبر انطلاقتي الرسميه ايضا من خلال المدارس، زي ما قلت لك من خلال الانشطه الثقافيه الموجوده في اداره التعليم، خصوصا عندنا في المنطقه الشرقيه كان يعني كانت الحفلات جدا متميزه، وكان فيها الانشاد والتمثيل والمجال الفني، كان في معارض فنيه وكان فيه امور رياضيه جدا جميله. فكانت انا اعتبر انطلاقتي من المدرسه، واستمرت هذه لما بعد المدرسه. حلو. طبعا انا ما ودي استعجل على المشاهدين، هم نبدا على طول بالانشاد، ولكن الطمع دائما لسماع صوتك. والله حاضرين جارة. حاضرين، والمشاهدين يدللون علينا طبعا. طبعا تشرفت بالتعاون مع صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل في قصيده سمرت بصحبه حروف القوافي. طبعا هي غناها الفنان خالد عبد الرحمن قبلي، طبعا يمكن تقريبا حوالي 15 سنه، فحاولت اني اغير في اللحن اللي وضعه خالد ابو نايف الله يمسيه بالخير، ولعل نسمعكم اللحن الجديد. طبعا لحن جنوبي، وتعرف صاحب السمو الملكي يعني كان في ابها. صحيح. والاجواء الجنوبيه تاثر عليه. سمرت بصحبة حروف القوافي، أحملها تناهيت خوافي، أشكل بالحروف ألوان صورة، وحركها من المعنى بصافي، ولا مني عطيت الحرف والنا بها حرفي على النجمات طافي، يقوم كل نجم من منامة، ولا قد قلت للنجمات كافي، ولا قد قلت للنجمات كافي. سلام. سلام. الله يعطيك العافية. سلامتكم. طبعا اكتفي بهذا القدر لأن القصيدة زي ما هي مشهورة أطول من كذا طبعا. طيب لك قصة أعتقد في تعاون كان بين الشيخ عايض. أي نعم، أبو عبد الله الله يمسيه بالخير، طبعا تشرفت أني تعاونت معاه في أكثر من عمل. طبعا كان بداية تعرفي للشيخ كان عبر شيلة كانت في أحد القنوات، فسمع الصوت واعتقد انه صوت احد الفنانين، فقال غريبه يعني هو صوت محمد عبده يعني، فقال غريبه محمد عبده، انا ارسلت له قصيده لا اله الا الله ولا انشدها لحد الان، وجاء وانشد شغله ثانيه يعني موجوده في قناه ما، فاخذ رقمي من احد الموظفين القناه، فاتصل علي
يبارك في الصوت وكذا، قال ما شاء الله تبارك الله، اعتقدت اصلا انك محمد عبده، لكن يعني جميل ان لقينا يعني على ما قالوا صوت اخر شبيه بمحمد عبده. قلت والله هذا صوتي وهذاك صوت محمد عبده، يعني اللي بيميز الاثنين لابد ان تكون اذنه شوي موسيقيه. في هذيك الفتره اساسا اشتهرت نشيده لا اله الا الله صحيح. بلحن محمد عبده. ف برضو ارسل لي رساله للشيخ قال يعني لن يشفي غليلي الا انك تنشد لا اله الا الله بصوتك. فحطني يعني على ما قالوا في موقف جدا صعب يعني. ف يعني مين فهد محفوظ امام محمد عبده يعني فنان العرب. فتوكلت على الله وجبت لها لحن. كان الشيخ شوي مش ما نقول معترض، بس ما كان عاجبه لحن محمد عبده. فجبت لها لحن ونزل في الألبوم والحمد لله يعني لاقت نجاح كبير. سمعنا جزء من اللحن. والله أشوف إنه في الألبوم يكون أفضل. باقي الألبوم ما نزل. لا الألبوم موجود يعني في السوق، ولكن كتحفيز للجمهور إن شاء الله موجودة النشيدة. طبعا هي كقصيدة كاملة قسمتها إلى 4 أناشيد، كل نشيد له لحن مختلف، عشان كذا أنا أقول إنه لو يسمعونها في الألبوم تكون أفضل. حلو. طيب أتحدث معك عن محك إنك تكون في غنيت قصيدة واحدة وأنشدت قصيدة واحدة مع محمد عبده، منافسة يعني الناس أصبحت تقارن الآن. صح. ما كان مسبب حرج لك أو مجازفة لك؟ بالعكس يعني كان نجاح الألحان الأربعة اللي حطيتها. طبعا أنا أتكلم عن لحن محمد عبده، لحن جدا ممتاز ومتميز، وأعطى كل كلمة حقها في تلحينها، كل كلمة مش كل بيت يعني. ولكن أنا ما جريت محمد عبده نهائيا، أو أني أعارضه في لحن، أو مثلا حاول أني أصل إلى مستوى اللي وصل له محمد عبده. يعني تخيل أنك يعني 30 سنة من العمل في مجال التلحين ومجال الكلمات ومجال التذوق وكذا. فتوكلت على الله، وكان أهم ما يعني الهدف اللي أبغى أوصل له أني أرضي ذائقة الشيخ نفسه، الشيخ عايد. فلما وافق على الألحان قلنا خلنا ننزلها للجمهور، يعني حرام الجمهور ما يسمع قصيدة كقصيدة لا إله إلا الله بأكثر من لحن. فهذا اللي صار يعني، أو أكثر من صوت يعني. في جمهور يسمع لمحمد عبده، في جمهور ما يسمع لمحمد عبده، في جمهور تسمع لمثلا أيضا قصيدة لا إله إلا الله، نزلت بصوت الشيخ مشاري العفاسي، والآن الفترة الأخيرة نزلت برضو بصوت المنشد عبد الله النعمي. يعني في أكثر من منشد، مش فقط محمد عبده، مش فقط فهد محفوظ اللي قال أنا بلحنها وبتحدى محمد عبده. لا بالعكس. أنت بتخليني أطلع من الآن أروح أشتري الألبوم؟ والله يشرفني. الله يشرفك. ولو ما تشتريها أعطيك إياها. الله يعافيك. أتحدث معك عن مستوى الشيرات، أو عرفت الشيرات وأنت تتفق معي يمكن من فترة من قبل 5 سنوات كان الكل يعرف أن الشيرة هي لحن فقط بدون أي إضافات. أي نعم. حلو. الآن لا، نشاهد أول شيء هناك توجه كبير جدا على الشيلات في الوقت الحالي. حلو. يمكن شيلات المزاينات ساهمت بهالشيء، وأصبح الدف أو بعض استخدام أيضا بعض الآلات الموسيقية. صحيح. فيها أصبح هناك توجه كامل، حتى أصبحت لا تقارن أحيانا بالأغاني. نعم أنا معك. شوف، هو الإنشاد، صاحب الشيلة، الفنان، المغني، الملحن، كلها تدور في دائرة واحدة، دائرة الفن عموما. صوتك جميل، ممكن انك تنشد، ممكن انك تغني، ممكن انك تشيل. كل الاربع او الخمس كلمات اللي قلتها هي تصب في مصب واحد اللي هو الفن. كيف تصل الى ذائقة المجتمع اللي حابب انه يسمع شيء نظيف وشيء مرتب؟ طبعا زي ما قلت انت، قبل 5-6 سنوات ما كان فيه الا يعني شخص واحد، ما اقول فنان واحد، شخص واحد هو اللي يشيل، وما فيه وراه لا ايقاعات ولا خلفيات موسيقيه او خلفيات بشريه او او او.
فكلها هذه تصب في مجال واحد اللي هو المجال الفني عموما. أما تقسيماتها وكذا فأشوف أنها يعني تقسيمات تجارية، على أساس أني أعرف أسوق لبضاعتي اللي هي الإنشاد، أو بضاعتي اللي هي الشيلات، أو بس مثلا فهد بس النقطة هذه مثلا أنا سمير بشيري حلو ملتزم وما يشيلك بدف حلو، تبي تقارن مثلا في المنشدين اللي يشيلون بدف أو بموسيقى؟ أتكلم طبعا لما يسيب الخير أبو عبد الله، سمير من الأصوات جدا ممتازة، أنا أتكلم عن صوت خلافا عن الخلفيات اللي يحطها سواء كانت دف أو غير دف أو أو أو. طبعا نرجع لقصيدة لا إله إلا الله، محمد عبده أعطى لها 4 مجالات، غناها فردي، وغناها وراها خلفيات، وغناها وراها إيقاعات، وغناها وراها موسيقى، فكل الأربعة عملها يعني في وشفناها في القنوات، صحيح. عرفت؟ فأنا زي ما أقول لك، أنا لا أتكلم عن الخلفيات اللي يضعها، وهذه طبعا توجهات ترجع لنفس المنشد أو نفس الفنان. أنا حتى المنشد أنا أعتبره فنان، لأنه اللي قاعد يسويه فن، ما هو فصل الإنشاد عن الفن، وأنه الفن شيء والإنشاد شيء آخر، لا بالعكس، كل اللي جالسين نسويه إحنا هو فن، بغض النظر عن موضوع الخلفيات اللي وضعت في القصيدة، سواء كانت خلفيات موسيقية أو خلفيات إيقاعية. أنا أتكلم عن خامة الصوت، أنت قلت أعطيتني مثال كسمير البشيري، خامة صوته جدا ممتازة، وسمير البشيري كصوت فنان، كصوت فنان. أما من ناحية أنه ملتزم ما يضع أشياء غنائية أو موسيقية أو حلو، كذا، هذه النقطة كتوجه الشخص ممكن ما يبي يكون مثلا ما يبي هي يطلق عليه اسم فنان أو ما يبي يكون أيوة تحت دائرة هذه هي الفن. على حسب توجه الشخص فقط لا غير، بس كل اللي جالس يصير هو فن عموما. حلو، طيب أنت أكيد إنك استمعت للشيلات الأخيرة اللي قامت تطلع في الإمزاينات وطريقتها والتوجه الحماسي فيها، هل تعتقد أن هذا في صالح فن الشيلات بشكل عام؟ والله هو أنا أجاوبك من شقين، إنه تكون الشيلة اللي في المزاين خصوصا في موضوع المزاين ممكن تكون إنها ظاهرة صحية للمزاين وظاهرة غير صحية للمزاين أيضا في نفس في نفس الإجابة، يعني ممكن أقول لك إنها صحية إذا قننت بصراحة، وضع لها قوانين، لأنه صار المجال جدا مفتوح مع أجهزة الصوت الحديثة، أصبح أي واحد ممكن ينشد، أي شخص ممكن يجي من الشارع وينشد وانتهينا. لذلك تجد في قنوات المتميزة مثل مرقاب تجد فيها المنشدين المتميزين، أما في بعض القنوات تجد فيها كل المنشدين، فهذه ترى يعني أقول لك صحية بالنسبة للقنوات الجيدة، وغير صحية بالنسبة لانتشارهم في القنوات الغير يعني غير منتشرة في المجتمع. ف يعني صار مجرد انك تدخل قامة صوتك، مهندس الصوت يقدر يلعب فيها على ما يشتهي، انت ايش اللي تبغى اطلع لك عادي، ما عندي مشكلة. لذلك تجد بعض الاصوات انت تسمعها ما تستسيغها نهائيا، ما تستسيغها، تقول يعني ما هو صوت، بصراحة ما هو صوت بشري، تحس انه صوت جاي من الفضاء، ما هو صوت يعني آدمي بصراحة. فتجد ان بعض الاصوات اصوات الكترونية، ما ادري شلون ملعوب فيها لعب يعني جدا 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 سيء. يعني كان ودنا انه تظهر الشيلات في المزاين بشكل صحي، على اساس انه ذائقة المتلقي وذائقة الجمهور. طبعا الان اصبح يعني صاحب المنقية او مثلا المشجعين لصاحب المنقية او شيء يبون اي طقطقة سريعة وبس، مهما كان الصوت ومهما كان فهد نقطتك حلوة الكلام. فعلا، انت لاحظ ان بعض المنشدين يرفض تماما الظهور في او من نسميهم منشدين اللي هم اصحاب الاصوات الفن الالكترونية، نعم تجده ما يظهر في اي حفل مباشر امام الجمهور، نعم على مسرح، نعم، على منصة، وقس على ذلك الفنانين نفس الشيء، بس انه انا اتكلم عن بعض المنشدين لما تشوفه
ينشد في المجال المسرحي بصراحة يظهر أنه فعلا هل هو منشد فعلا أو لا. أنت بس لمجرد اختباره، اختبار بسيط يعني، يقول له انشد قدامي بدون ما تدخل استديو ويعدل في صوتك أو شيء كذا، تعال انشد قدامي وأعرف أنك جدا يعني امتزت في صوتك أو لا. طيب فهد، احنا بما ان احنا ضمن دائرة شيلات المزايا، انت ما أي نعم، دخلت في ال والله دخلت بس بشكل نادر بصراحة، يعني لي 3 شيلات فقط في المزايا، لأني حاولت بشتى الطرق إني أبتعد عنهم بصراحة. مش يعني إنقاصا فيهم، لا بالعكس، على عيني وراسي مزاين أم رقيبة، لكن المجال اللي أنا متجه له ليس مجال مزاين فقط لا غير. طيب، أصوات موجودة في مزايا ملفتة لنظرك، تعتقد أنها ناجحة في أصوات جدا جميلة، صالح اليامي، سعد اليامي، مهنا العتيبي، حتى الجمهور، يعني أنا ما ودي أذكر أسماء على أساس إني أنسى أسماء ثانية، بس حتى الجمهور يعرف، أصلا يعرف يميز بين الجيد والرديء. خالد العذب؟ نعم، خالد خالد العذب وابن جفران الله يرحمه، صحيح. وجدا جدا أصوات يعني متميزة، وأتمنى لهم التوفيق. طيب عطنا من تمييزك شيرة. والله مش تميز، الجمهور هو اللي يحدد إذا كان متميز ولا لا. طبعا كان في الألبوم اشتغلت على شوية من التراث، فاخترت قصيدة الله أقوى يا نصيبي للشاعر عبد الله بورسلي، ولحنها جدا مشهور. الله أقوى يا نصيبي، وأنا وش بيدي، كل ما عدلت واحد يميل الثاني، والله إني لا ذكرتك هل دمعي على لوجاني، ولا عوني بالهوى من نهار العيد، وعادت الأعياد تلعب على الشباني، ليتني عبد لكم وانت عندي سيدي، والثمن ما بيه يا مطرق الريحاني. الله سلام عليكم. الله الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نريح فاصل نرجع. نريح فاصل. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع المبدع فهد محفوظ. عودة مجددة مشاهدينا الكرام مع المنشد فهد بن محفوظ، راح فيك مرة أخرى. يا أهلا وسهلا، حياك الله. طيب أنت الحين قلت خلصنا من مزاين أم رقيبة. أي نعم. خلصنا من انتقادهم. ها، ما انتقدناهم، أنا أشوف من أنه تسجيل موقف ضد مجالهم مختلف، يعني مجال مختلف. شنو المجال اللي أنت تتوجه له؟ والله شوف، هي الوسطية في كل شيء حلوة، انك تفهم وش جالس يصير في المجال الفني وتطلعه او تخرجه على شكل انشادي، بحيث ان المجتمع عندك اصلا، يعني عندك المجتمع غير متقبل لبعض الاصوات الغنائيه او الالات الموسيقيه وكذا، فنحاول ان نعمل على ما قالوا وسط بين الاثنين، ايش وين وصل المجال الفني، ونحاول ان نحاكيها بالموضوع الانشادي. هذا اللي جالس يعني انا اسعى له بصراحه. طيب، مو تشوف انه مغامره او قد يكون هناك انتقاد موجه لك لما تتوجه للزفات مثلا؟ لا، بالنسبه لموضوع الزفات هذا موضوع ثاني طبعا. حتى الزفات اللي اعملها طبعا هي اغاني خاصه تسمى، مستحيل اني ادخل فيها الات موسيقيه، فهي حالها حال الاناشيد اصلا، فهذا بالنسبه لي انا طبعا، انا اتكلم عن نفسي. فبالنسبه للاغاني الخاصه او الزفات او مثلا الاغاني المناسبات او كذا،
هذه لا، هذه برضو نفس الحكاية. أنا لي قاعدة أو مبدأ أني ما أدخل فيها أي آلة موسيقية، لكن بالنسبة للإيقاعات وبالنسبة للدفوف وكذا، أنا المجال عندي مفتوح. أنا بالنسبة لي، بالنسبة لغيري ما أدري يعني هل المجال بالنسبة له مفتوح أو لا. وسئلت كذا مرة، هل مستند أنت على أدلة، هل كذا هل كذا. طبعا الموضوع ما فيه بحر كبير، وإذا تبغى تتوسع فيه ما هو عندي، عند شيخ متخصص أو كذا، اسأله عن الموضوع وهو يجاوبك إن شاء الله. سألت شايف بصراحة سألت يعني، وكان يعني كان في توجه إنه الإيقاعات ما فيها أي مشكلة، والأصوات البشرية التي تعزف، لأنه في معزوفات بأصوات بشرية، هذه ما فيها شيء إن شاء الله. نقول إن شاء الله إن ما فيها شيء بإذن الله. طيب، مشاركاتك بالمهرجانات الإنشادية كيف تراها؟ أنت ترى أنك تكثف نشاطك في المهرجانات أو نشاطك متوسط؟ والله بالنسبة لمشاركاتي أنا ما أقدر أتحكم فيها، على حسب دعوات أصحاب المهرجانات، سواء كان مهرجان محافظة أو مهرجان شركة خاصة وكذا. طبعا ما أقول بمعدل 3 إلى 4 مهرجانات في السنة تعتبر صحية، لكن كثرة خروجك للجمهور تقلل من قيمتك الفنية، لأنه نفس اللي يسمعونه في المهرجان هذا هو نفسه الموجود هنا. فالآن اليوتيوب وتويتر والفيسبوك عامل نقلة كبيرة، يعني ما تحتاج لك مهرجان على أساس أنك تنتشر أو كذا. أنا أتكلم عن الألبوم اللي نزلته، تقريبا خلال 5 دقائق نزلت شيلتين في اليوتيوب، من مين ما ندري طبعا، وتم إلغاها من نفس اليوتيوب على أساس أنه المؤسسة اللي وزعت الشريط تستفيد ماديا شوي. فأنا أقول لك يعني إحنا في مجال منع الاحتكار، الموضوع ما فيه أنه سواء في تويتر أو سواء في اليوتيوب ممكن أنك تشتهر حتى لو ما عملت إلا مهرجان واحد، دعيت من هنا أو من هنا، هذه تعتبر يعني على حسب أنت علاقاتك الجيدة في مع أصحاب المهرجانات. والحمد لله يعني في أغلب مناطق المملكة عملت مهرجانين. أنا مقل جدا في الظهور في المهرجانات أيا كان المهرجان. طبعا أنا أرحب بأي دعوة، ولكن في أكثر من دعوة أنا رفضتها بحكم أني قبل شهر أو شهرين شاركت في مهرجان وخلاص، يعني اللي عندي أعطيتهم، ما عاد عندي شيء ثاني. طيب، بس أنت قلت نقطة مهمة جدا، حسب علاقتك مع منفذي المهرجانات. بمعنى أن العلاقة هي من تجلب العروض. أكيد هذا شيء مفروغ منه، ليس في مجال المهرجانات عموما. علاقتك بصاحب منظم المهرجان تطغى على قيمتك الفنية بصراحة. خلينا نتكلم بصراحة، أنا أتكلم في أحد المهرجانات، المهرجان كان في الليل واتفق معي منظم الظهر، لأنه كان متفق مع منشد آخر واعتذر هذا المنشد بحكم المبلغ ما كان وما أدري إيش وكذا، فاتصل علي الظهر قلت له طيب وينك من قبل يعني على أساس إنه أتجهز وهذا، قال والله ما قدرت، بس ما لقيت إلا أقرب رقم واتصلت عليه وحصل اللي حصل، فاعتذرت أنا يعني. قلت له إذا ما كان فيه قيمة فنية للمهرجان نفسه أو إعلان على أقل تقدير، إعلان إنه فهد محفوظ بيكون موجود في المهرجان، ولا أنا أعتذر يعني عن الحضور. في منشدين طبعا يوافقوا، لو دعوا قبل ساعة جاء المهرجان عادي ما عنده مشكلة. قللوا من قيمة الإنشاد؟ كيف؟ المنشدين هذول قللوا من قيمة الإنشاد؟ جدا أساءوا للإنشاد بصراحة. فيه أسماء كثيرة، مجموعات مش أسماء بحد ذاتها، في مجموعات كثيرة أثرت على موضوع الإنشاد بصراحة. صار أنه ممكن يطلع في الأسبوع نشيدة، كل أسبوع نشيدة. يعني إحنا نتذكر زمن أم كلثوم كانت تطلع في الشهر واحد أغنية واحدة، هذه يعني قبل يمكن تقريبا 40 سنة إلى 50 سنة. الآن خلال كل 3 أيام 4 أيام يطلع نفس المنشد يطلع لك شيلة ولا نشيدة وكذا، فهذا شيء يعني يعتبر إغراق، إغراق للسوق، سوق الشيلات وسوق الأناشيد وكذا. تفتح اليوتيوب تلقاه، تفتح قناة ما تلقاه، تفتح الراديو تلقاه، ف
فظاهرة أصلا غير صحية هذه. وفي مثل يقول لك الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده، يعني ما نقدر نتكلم في الموضوع هذا، لكن هو يرى أنه متواجد في كل مكان وهذا، وهذا شيء صحي بالنسبة له. بالعكس، اللي يظهر بسرعة يختفي بشكل أسرع. طيب بسألك عن نقطة، أنت كمنشد لما تضع لك قيمة فنية حلو تحرص أنك تحافظ عليها، صح، ويجي جنبك 20 منشد ما همهم لا قيمة فنية ولا همهم إلا أنهم مو يطلعون، هذا اللي بتكلم بعلمك عنه انا. أبعلمك يطلعون بأي مبلغ كان حلو، صحيح، الكثرة راح تغلبك. هي الكثرة تغلب الشجاعة عموما، ايا كان، كان فهد محفوظ او سمير البشيري. صحيح، الان لما تسأل مثلا مشاري العفاسي طول العام الماضي ما عمل الا مهرجان واحد فقط لا غير، وبإمكان منظمي الحفلات، انا يعني اعرف الشيخ مشاري بعض الاحيان ما يطلب مبلغ نهائيا، لانه ما شاء الله تبارك الله يعني ما يحتاج مبلغ، فقط كان يشترط انه تواجد اكثر من 5000 شخص بين الجمهور. يعني مثلا انا اعطيك مثال للشيخ، فبعض المنظمين يستغنون عن الموضوع هذا زي ما تفضلت انت، انه اكثر من منشد متواجدين هنا وهنا، تلقاه اليوم في القصيم وبكره في الباحه وبعده في جده وبعد 3 ايام يظهر في قناه ما. هذا 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 شيء يا اخي، خلينا نشتاق لك يا اخي، بس انا اكثر من كذا ما ابغى، اتركني يعني، اعطني مجال اقول الله وينه، ابي اسمع شيء منه جديد. لكن تجيني كل يوم وكذا، صراحه يعني اترك لي نفس، اترك لي انا كمتلقي، ما اتكلم عن منشد، اترك لي النفس كمنشد. لا يعني لا تظهر لي كل يوم. انت لما تشوف شيء كل يوم، بعد اليوم الرابع الخامس خلاص بتمل منه، يعني بتكون حس صحيح. كل يوم موجود. فالموضوع ما فيه كثرة المنشدين أصلاً ظاهرة غير صحية، وفي بعض الأسماء موجودة حرام إنك تسميه منشد، لا يفهم في موضوع الموسيقى. هذا أول أساساً، سواء كنت يعني منشد أو شاعر أو شيال شيلات أو كذا، لابد إنك تفهم، يعني عندك شوية ثقافة موسيقية. ما أقول إنك تعزف آلة أو شيء، لا، لازم يكون عندك ثقافة موسيقية. ثقافة موسيقية معدومة في أكثر من 90% من المنشدين، ما عندهم ثقافة موسيقية، خصوصا في مجال الشيلات. لما تقول له مثلا هذه صبا أو سيكا أو مثلا نهاوند أو 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 عطني مثلا اللحن الفلاني، أو مثلا تجيك قصيدة، القصيدة الفلانية والله هذه مثلا القصيدة تنفع لمقام الصبا، يروح يعطيها اي لحن سريع ويطقطق مشي حاله. اي ويمشي. هذا شيء غلط، خطأ كبير، حتى اذن المستمع ما تتقبل. يعني كلمة حزينة، يعني مثلا اعطيك مثال، انا عندي شيلة للشاعر سالم سليم الله يمسيه بالخير اسمها حس شايب. انا سمعت لها لحن من احد المنشدين قبل ما انشدها، او قبل ما توكل الي القصيدة، لحنها جدا مفرح، تقول الأبيات ما للبيوت العامرة طعم يا حمود إلى خلط في يوم من حس شايب. يعني شيء مفترض أنك تعطيه لحن هادي، لحن حزين مثل أو مقام حزين مثل مقام الصبا. أنا لا أعطيك مثال لها، هي تقول ما للبيوت العامرة طعم يا حمود إذا خالت في يوم من حس شايب. تحس إن الكلام أصلاً، يعني أنت، أنا ما هو مدحن في نفسي، لكن تحس إن الكلام حزين. مع اللحن صحيح. إي نعم، مجرد إنك سمعت اللحن أحاسيسك تتحرك. مثل شيلة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الله يرحمه، من كلماته طبعا يا أبو سعد صارت على أخوك غارات، هذه شلتها أنا وموجودة في اليوتيوب.
فيها شكوى من الملك فهد الله يرحمه للمرض اللي صابه، كان في لندن وأرسل قصيدة لصاحب السمو الأمير سعد، فيقول يا أبو سعد صارت على أخوك غارات شهرين أقاسي من شديد الغرابيل، أعطيتها لحنين، أعطيتها شيء طربي والثاني كان حجاز، لأنه مقام الحجاز مقام شجني. فاللحن اللي قلته يا أبو سعد صارت على أخوك غارات شهرين قاسي من شديد الغرابيل، سوى المرض يحمل على أخوك حملات، ولا في يدي حيلة ولا في يدي حيل. فهذا لحن ثاني، أنت توصل الكلمة، مش توصل نفسك للشخص إلا تجبر الشخص هذا أنه يسمعك بأي شيء إن كان. لا بالعكس، أعطني كلمات ممتازة أعطيك عليها لحن جيد، أعطيك شيلة تدوم 30 سنة بس. ولا إيش خلانا الآن نسمع للأناشيد القديمة أو الأغاني القديمة؟ الضحالة الموجودة الآن في الإنشاد وفي الغناء، ما في شيء يعني يستاهل أنك تسمعه الآن أو أنك تطرب عليه أو أنك تجلس مثلا تقول الله كيف طلع اللحن هذا، كيف جت الكلمة هذه الفلانية. يعني أنا استفدت من بعض الـ يعني كثقافة موسيقية من بعض الملحنين بصراحة، يعني يعطيك الكلمة بحقها. يعني أعطيك مثال في أحد الأغاني لمحمد عبده، أغنية يعني مشهورة، فيها مقطع يقول للأمير بدر بن عبد المحسن، يقول سنين مرت وما أدري عن الأيام. كلمة سنين هذه كيف وظفها محمد عبده في الألحان؟ أنا أتكلم عن محمد عبده الملحن، لما جاء لحنها ما قال سنين مرت وما أدري عن الأيام أو أعطاها أي لحن ثاني أو كذا، قال سنين 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 مرت وما أدري، إلخ اللحن. بس تعال شوف كلمة سنين هذه، يعني هي كلمة واحدة لكن أعطاها حقها. أنا أتمنى من المنشدين، أتمنى ألقى منشد واحد يعطي البيت الفلاني حقه أو يعطي القصيدة حقها. في قصائد قتلت من منشدينها، في قصائد جدا عظيمة لكن لما تجي تسمعها بصوت المنشد صراحة شيء يعني لا يستساغ. طيب أنت حمستنا بالأمثلة على ناخذ شيلة من عندك. أنا والله من حرقة أتكلم، ما أتكلم يعني أنقد الأناشيد وذا، لكن إحنا ودنا أن مستوى الإنشاد يظهر شوي، وخصوصا موضوع الشيلات وكذا أنها تظهر. غير كذا طبعا المقامات يا أخي على أقل تقدير، أنت يا منشد، أنت يا راعي الشيلات، أنا ما أدري شو أسميه، يا يعني كلمة شيال ما هي حلوة، يا منشد أسميه، أنت يا منشد أعطني بس شوية ثقافة موسيقية فقط لا غير، أعطني قل لي والله الكلمات هذه ينفع عليها اللحن الفلاني. يعني لاحظ أنه أنا طبعا أملك استديو، لما يدخل عندي منشد في داخل الاستديو ثلاث قصائد يلحنها في 5 دقائق في 10 دقائق، هذا شيء يعني لو درى عنه بعض الفنانين أو كذا ممكن يأخذ بعضه ويمشي يسافر على ما قاله، عرفت، ويترك الفن. ف يعني في خل عندك ذوق، بس انت يا المنشد اترك مجال للاذن اللي تسمعك انها تقول الله يعني سمعنا شيء ممتاز، سمعنا شيء يعني هذه القصيده تنفع لمقام البيات، مقام البيات والله ينفع للشيء البعيد المسافر الحنين كذا، المقام الثاني مثل مقام الحجاز الشجن، مقام الحزن الصبا، شيء يعني ودنا ان يظهرون بعض المنشدين بهذا الشكل بس. حلو، طيب عطنا الشيله. شيله طبعا هو اجبرني ابو مهنا معد البرنامج شفق سريع انه يبغى مجس، والمجس طبعا صعب مو اي واحد يطبقه، ولكن باذن الله نحاول نجيب
نجيب مجس. طبعا المجس اشتهرت فيه منطقة مكة المكرمة عموما من الطائف إلى البحر الأحمر، وهي تعتمد على الصوت المرتفع. طبعا هو أصلا موال. رأى اليوم من كل الجهات فرعه، فلا أصعب شيء ما يزيل ارتياعه. فلا تسألوه، لا 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 علمت يقينا، علمت يقينا أنه قد أضاعه. الله يعطيك العافية، إبداع. طيب إيش بينك وبين شفق سريع؟ والله ما بيني وبينه لك الخير، هو شاعر وأنا منشد. حصل بيننا تعاون قوي جدا قبل يمكن تقريبا 6 سنوات. كان اسم العمل اسمه رسالة السلام، كان جدا ممتاز، موجود على اليوتيوب. وحصل التعاون بيننا الأخير، يمكن سم التعاون الأخير اللي فيه التعاون الأخير كان عن دورة الخليج، أنا كنت بتكلم عنه الآن. طبعا عن طريق القنوات السعودية الرياضية عرضنا الفكرة على القناة، وما شاء الله تبارك الله، يعني أبو مهنا ما يحتاج، قال لي إيش رأيك نطلع بعمل لدورات الخليج؟ قلت له أنا جاهز، ما عندي مشكلة. قال لي أنت بس عطني اللحن واترك الباقي. قلت لا، الحين خلينا في العكس، أنت أعطني الكلمات وأنا أعطيك واترك اللحن إن الباقي. شاء الله. فاتفقنا على يعني اتفقنا على خط معين نمشي عليه، بحيث ان القصيدة لا تكون عمودية ولا تكون نثرية، والحمد لله توفقنا فيها، يعني سجلناها وظهرت بشكل جدا ممتاز. بعد ما ظهرت في القنوات السعودية طلعت في قناة البحرين وقناة البحرين اف ام ايضا ظهرت فيه، وايضا قناة اكثر من قناة اذاعية، فكانت جدا خطوة ممتازة بصراحة. وبعدين ترى يعني انا اتكلم عن ابو مهنا، اي عمل اشتغل معاه فيه ارتاح بصراحه، يعني دقيقة، هو الحين مزعجني قبل الحلقة بإثارة، خل انتقده، خل الإثارة لا عليه هو. انا ممكن انتقده في شغله واحده، اللي هي عنيد. اذا بغينا نغير كلمه ولا نغير هذا شوي يعك معاي. بعدين بعد يمكن نص ساعه كذا في يتصل اليوم علي، يتصل ايه. يقول يا اخي فهد ايش رايك؟ قلت والله قال يلا خلاص توكلنا على الله. فهو في البداية يعند معي في بعض المفردات، لأنه أساسا يعني أنا ودي إنه الكل يستفيد من اللقاء هذا، حتى المنشدين. في بعض المفردات ما تنشد، بعض المفردات الموجودة في القصائد حلوة إنها موجودة في القصيدة، لكن غيرها، حاول إنك تجيب أو تجيب كلمة حاكي الموضوع هذا. هذه من باب الذوق، يعني مثلا يا شبيه صويحب حسبي عليك، كلما نابيتك اغلط في نباك. هذه 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 الشطر الثاني اصلا هو كذا، كلما نابيتك اغلط في نباك، اللي هو فجاء محمد عبده لما جاء غناها قال يا شبيه صويحب حسبي عليك كلما ناديتك اغلط في نداك. فهذه في مفردات حلوه في تكون القصيده، اسهل نعم للمتلقي حلوه وكذا. في القصيده، لكن في الانشاد في الاغنيه يعني تشوف انها مستصعبه تقول شوي. عن ابو مهند بعد، ترى فيه ميزه جديده اكتشفتها اليوم. الرجال اذا طلبت منه شيء حلو يعطيك جوك، بعدين يرضيك ويسوي اللي براسه هو في الاخير.
وهذا اللي صار يعني معي. طبعا هو كلمني قال ايش رايك نعمل لقاء وكذا، انا رحبت بالموضوع خصوصا انه كان في قناه المرقاب. ف قبل تقريبا 3 ايام الى 4 ايام ارسل لي رساله قال لي يا يكون الحوار ساخن يا ما ابي اجيب لك فرن واجيب لك حطب اللي نقدر عليه يعني. ما هو بس خم الاضاءه اليوم، ها ما هو بس خم الاضاءه. اي والله. طيب ابي اتحدث معك عن في قصائد لها ثقل في المجتمع، مثلا قصيده نوم بقترب ولا بلومي هواجيس، قصايد قصيده ايضا ان عشت يا راسي كسيتك عمامه ومت يا راسي فدتك عمامي. ما اتجهت الى انشادها والله خصوصا كلماتها يعني مقبوله عند الشريحه الكبيره. صحيح، انت اذا جيت تشوف البيت الواحد ينفع انك تنشده، لكن لما تجي تطالع في القصيده كامله، انا بالنسبه للاجواء اللي انا ابيها، انا في قصائد عظيمه مثل يا ذيب انا بوصيك لا تاكل الذيب، قصيده جدا عظيمه، لكن لما جيت اعطيها لحن او مثلا اني شفت الابيات اللي بعدها وكذا يا حلوها اذا كانت قصيده فقط، لما اجي انا انشدها لا شيء، ما قدمت شيء جديد. هو انه لما تنزل شيء في السوق او تنزله في قناه ما، يا تنزل شيء جديد ويسوى يا وقف مكانك. حلو. شفق الشير يقول باقي 3 دقائق وبنحسب عليه 3 دقائق بيد الضايع، عندنا 6 دقائق نبي شيله بعدين بنختم في السؤال. طبعا شيله من كلمات الشاعر سعد بن جدلان الله يطول في عمره ان شاء الله. القصيدة جدا حلوة، ومن جمالها الشيخ عايض القرني ألقاها في ماليزيا أمام ناس ما يفهمون عربي، فمن جمال القصيدة. طبعا ودنا بالطيب بس الدهر جحا طيب، كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، يدك لا مدة وفاء لا تحرى وش تجيب، كان جاتك سالمة حبيت تغشها. ودينا بالطيب بس المال جحد طيب، كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، يدك لا مدة وفاء لا تحرى وش تجيب، كان جاتك سالمة حب يدك وخشها. وذمة ما هي بتنداني للحق المصيب، جعل قشاش الحطب لا سرح يقتشها، وكل ما واجهت لك في المال وجه غريب، مثل ما قال المثل دامي تمشي مشها. ودينا بالطيب بس المال جحا بطيب، كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها. الله يعطيك العافيه، ابداع صوت جميل جدا، وفعلا لما وصفتك متالق الله يحفظك كنت يعني اكثر تالقا من الوصف. تسلم. الوصف فعلا لا يمكن يحظى بما تملك انت من الله يرضى عليك. احنا نشكرك على اتاحه الفرصه انك تكون ضيفنا في هذا البرنامج وفي انطلاقه هذا البرنامج ايضا. والله لي الشرف اني اكون احد ضيوفك يا ابو خالد، وباذن الله لنا لقاءات اخرى، واتمنى انه بعض المنشدين لا يزعلون علينا، لانه والله من حرقه اتكلم، ما نتكلم يعني من باب التعالي ولا شيء، لا والله الله يعلم اللي في القلب يعني. فاشكرك، اشكر معد البرنامج ومدير القناه طبعا وقناه مرقاب وعلى راسهم جمهورها، ونتمنى الظهور باذن الله اكثر من مره في القناه. احنا باسم اداره القناه ايضا والاستاذ سلطان حماني نقدم لك ملف تعريفي بقناة المرقاب ونجد شكرنا لك. الله يعطيك العافية وشاكر مقدر لكم. إذا مشاهدينا الكرام كنا في حلقة اليوم مع المنشد والشاعر فهد بن محفوظ، واتحفنا أيضا بجميل قصائده وبآرائه الساخنة. نلتقي بإذن الله في موعد جديد في حلقة قادمة. إلى اللقاء.